السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البنات، اليوم جبتكم واحد الخبيزات أو مخمرات معمرين بواحد الحشوة اقتصادية وكتجي لذيذة بزاف. نتمنى تجربوها وتشاركوها مع الأهل والأصدقاء. ودابا باش نمروا مع المقادير وطريقة التحضير. في المقادير ديال الحشوة عندنا واحد جوج حبات البصل مقطع طريفات صغار كيف ما كتشوفوا، جوج جعدات، واحد القرعة خضراء، وعندنا واحد أربعة البطاطات مسلوقين ومحكوكين، عندنا الزيتون خضار كيف ما كتشوفوا مقطع ستيتو. في التوابل عندنا كيمون، عندنا التومة اللي كتكون يابسة، وعندنا الفلفل الحار اللي هو السوداني، والقليل من الفلفل الأسود والملح، وواحد العلبة الثوم كبيرة من حجم 185 غرام كيف ما كتشوفوا، يعني هذه كبيرة ما تعادل 3 ليطان صغارين. وعندنا طماطم مقلي. بسم الله نبداو على بركة الله. دابا كنمشيو كنشحروا الخضرة ديالنا كيف ما كتشوفوا بالزيت بالقليل من الزيت. عندنا هنايا كما قلت لكم جوج جعدات، جوج بصيلات، واحد القرعة خضراء، وملي كيكون فيهم نص طياب كنزيدو عليهم ديك التوابل ديالنا، ومن بعد واحد جوج دقائق كنطفيو عليهم البوطة. هنايا البطاطا كيف ما كتشوفوا انا غليتها من قبل وقشرتها وحكيتها، ودابا كنزيدو عليها ديك العلبه ديال الثوم، وكنزيدو عليها جميع المقادير الاخرى، الزيتون، وكنزيدو عليها ديك الخضار اللي طيبنا، ودابا كنزيدو عليها واحد الكميه من ديك طوماطي فريتو. يا هذه المطيشه كتبع عايده مطيبه، يعني طيبه، في المغرب كيقولوا لها طوماطي سوليس. كنخلطوهم وكندوزو نحضروا العجينه. في مقادير العجينه عندنا 4 كاس ديال الزيت ما يعادل 51 مليلتر، كاس ديال الحليب ما يعادل 150 مليلتر، كاس ديال الماء ما يعادل 150 مليلتر، واحد شويه ديال الزعتر، ملح على حسب الذوق معلقه صغيره، ومعلقه صغيره السكر، ومعلقه صغيره كيف ما كتشوفوا ديال البوستري ديال الخميره، والنص ديال الخميره الكيماويه يعني 7 غرام. اول حاجه كنقوموا بها هو كندفيو ديك الحليب والماء، ضروري ما تسخنوهم واحد شويه. وبالنسبه للدقيق على حسب الخليط، هاد العجينه كتاخذنا ما بين 450 غرام حتى ل 500 وشي حاجه ديال الغرام. انا عندي هنا 600 غرام، ومن بعد نوري لكم شحال شاطلي. وهذه هي الطحين اللي استعملت انا. البنات اللي ساكنين في المانيا هذا شريته من نورما، والدقيق على حسب النوعيه ديال الطحين. هنا من بعد ما دفيت الحليب كنخويوه، كنزيدو عليه خميره ديال الخبز والسكر، كنزيدو الزعتر والملح، الزيت، وديك نص الخميرة. دابا كنبقاو نزيدو ديك الطحين شوية بشوية. بسم الله. كندوزو العجينة ديالنا لطابلة العمل وكنبقاو ندلكو فيها. خصكم تدلكو فيها شي 5 أو 10 دقائق هدايا. والعجينة كيف ما كتشوفو خصها تكون يعني رطبة، ما تكونش واحد العجينة قاصحة باش تجي معكم ديك الخبيزات مزيونين. انا باش نوري لكم العدد الطحين اللي خدات لي في هاد المرة 500 غرام، وكيف ما شفتو هذاك هو العدد اللي شاطلي. دابا العجينة ديالنا ها هي كيف ما كتشوفو، واحد العجينة رطبة ماشي قاصحة، العجينه يعني كيف ما كتشوفوا رطيبه. بعد ما عجناها مزيان دابا كنخليوها في واحد الاناء كنغطيوها ونخليوها حتى تخمر.
بعد ما تخمرات كندوزو على طاوله العمل، كنفشفشو من هذيك الخميره، ودابا كنبقاو نكوروها كويرات صغار. على الحجم اللي بغيتو نتوما الفطائر. بعد ما قطعناهم كاملين دابا كنغطيوهم ونخليوهم حتى يرتاحوا واحد 10 او 15 دقيقه، ومن بعد كندوزو نعمروهم. من بعد ما ارتاحوا لنا الخبيزات ديالنا دابا كندوزو باش نعمروهم. كنجيبوا واحد المطلق كنعملوا الطحين على طاوله العمل باش ما تلتصقناش، وكنطلقوهم هيدا بشويه بشويه، يعني ماشي كنطلقوها حتى تبقى رقيقه، المهم واحد تلق معتدل. دابا كنعملوا واحد العدد الحشوه اللي بغيتو نتوما، بغيتو تعمروها بزاف بغيتو تعمروها غير شويه، هو من الاحسن ما تعمروهاش بزاف باش مالي كتفيط معاكم. وكنبقاو نشدوهم هيدا، وصدقوني يا البنات كيجيو مزيونين بزاف. وبالنسبه للناس اللي ولادهم ما كياكلوش الخضره، هالطريقه هذه كتجعلهم ياكلوا الخضره بلا ما يحسوا بها. وملي تعمروا الخبيزات ديالكم كدوزوا مباشره كتبقاو تطلقوا فيهم، كتطلقوهم واحد شويه. انا غنوريكم دابا كيفاش. كيف ما كتشوفوا هنا عندي شي مطلوق شي باقي، كتعملوا الطحين على طاوله العمل وكتبقاو تطلقوهم هيدا بشويه عليكم باش مالي ديك يعني ديك الخبيزات يطرطقوا لكم بشويه بشويه بالمطلق. هنايا نعاود معكم وحده اخرى ما كتشوفوا بشويه بشويه باش ما باش ديك الحشوه اللي لداخل ما كتخرجكمش على برا. ملي كنساليوهم بالطليق كنخليوهم يرتاحوا واحد 10 دقائق، وكندوزو نسخنوا المقله ديالنا وكندهنوها بالزيت، ومن بعد كنبداو نطيبوا من هذيك اللولانيه اللي طلقناها. ملي كدوز واحد جوج دقائق على الفطيره ديالنا وهي في المقله كندهنوها بالزيت وكنقلبوها، ما كنستناوش حتى تطيب. وهاد الطريقه هذه كتخليهم ينتفخوا وكيجيو مزيونين. والمقله ما عنديش مجهده، عندي على واحد النار مهيله بطبيعه الحال، لانه الا جهدتوا للنار ما يطيبوا لكمش مزيان، ولهذا المقله خاصها تكون واحد النار عندها مهيله. كيف ما كتشوفوا كينتفخوا وكيجيو رطب، الصراحه كيجيو روعه. بالنسبه لهاد الحشوه البنات ما تستغربوش، لان هاد الحشوه هذه كنعمر بها حتى الورقه البسطيله وكتجي مزيونه بزاف، كتجي لذيذه، واللي قاصها الصراحه كتعجبو. يعني ما تعجبوش باللي البطاطا صافي ما تجيش مزيونه، لا كتجي لذيذه. وانتوما تقدروا عمروهم بالحشوه اللي بغيتو نتوما. فطائر ديالنا البنات هما طايبين كيف ما كتشوفوا، الخير والبركه. واحد العشيوه فعلا تركه الصراحه الله. انا باش نفتحكم وحده باش تشوفوها كيف كتجي من داخل، كيف ما كتشوفوا رطبين بحال الشحمه، وتشوفوا كيف كيجيو مفشفشين واعرين. دابا انا نوريهمكم هنايا في طبق التقديم، تشوفوا كيف كيجيو مزيونين الصراحه، وكيجيو شهيين موردين حميم مرين، مهم دعشق. البنات اللي متبعيني مش حال هادي، كنطلب منكم واحد طليبة فضلا منكم، يعني تشاركوا القناة مع الأهل ديكم والأصدقاء، لأنه كنشوف ما كاينش التشجيع. الفيديوهات الصراحة كنقدمكم فيهم الحاجات اللي مفيدين والوصفات اللي ناجحة 100%، ولكن للاسف الشديد ما كنشوفوش التشجيع، يعني كنشوفوا القنوات اللي كيطلعوا هما القنوات التافهه وصافي.
من دون محتوى. والمهم دابا وصلنا لنهاية الفيديو، ونقول لكم مع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله.